بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الموطأ رواية شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتاقي المتوفى سنة 191 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تلخيص شيخ الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي المتوفى سنة 403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حققه وعلق عليه شيخ الإسلام السيد محمد بن علي المالكي رحمهم الله ونفعنا بهم. محتوى الكتاب: مقدمة رواية ابن القاسم، إسنادي إلى رواية ابن القاسم، الملخص للقابسي، منهج المؤلف في ترتيب الموطأ، أسانيد القابسي إلى موطأ ابن القاسم، صور من المخطوطات المعتمدة، مقدمة القابسي صاحبة الملخص، باب شروط حمل الحديث وذكر الحرص على روايته، باب الإخبار عن ترتيب ما جمع في هذا الكتاب. الجزء الأول: ذكر حديث أبي بكر محمد بن مسلم الزهري، ذكر حديث سهل بن سعد السعدي، ذكر حديث السائب بن يزيد، ذكر حديث محمود بن ربيع الأنصاري، ذكر حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، ذكر حديث مالك بن أوس بن الحدثان النصري، ذكر حديث سعيد بن المسيب أو المسيب، ذكر حديث سعيد وأبي سلمة، ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة، ذكر حديث جابر بن عبد الله، ذكر حديث أبي هريرة، ذكر حديث أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، ذكر حديث عروة بن الزبير، ذكر حديث بشير بن أبي مسعود وبقية حديث عائشة، ذكر حديث عمرة عن عائشة، ذكر حديث عبد الرحمن بن عبد القري، ذكر حديث عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، ذكر حديث سليمان بن يسار، ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر، ذكر حديث حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر، ذكر حديث أبي بكر بن عبيد الله، ذكر حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن، ذكر حديث عبد الله والحسن ابن محمد، ذكر حديث علي بن حسين، ذكر حديث عيسى بن طلحة، ذكر حديث محمد بن عبد الله بن الحارث، ذكر حديث عامر بن سعد، ذكر حديث محمد بن جبير، ذكر حديث أبي أمامة، ذكر حديث عباد بن تميم، ذكر حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ذكر حديث أبي عبيد مولى بن أزهر، ذكر حديث أبي إدريس الخولاني، ذكر حديث عطاء بن يزيد الليثي، ذكر حديث ابن أكيمة الليثي، ذكر حديث عبد الرحمن العرر، ذكر حديث رجل من آل خالد بن أسيد وسيد يحرر، ذكر حديث محمد بن المنكدر، ذكر حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ذكر حديث محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، ذكر حديث محمد بن أبي بكر، ذكر حديث محمد بن عمارة، ذكر حديث محمد بن يحيى بن حبان، ذكر حديث محمد الثقفي، ذكر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة، ذكر حديث محمد بن عمرو بن علقمة، ذكر حديث أبي الزبير واسمه محمد بن مسلم، ذكر حديث أبي طفيل، ذكر حديث سعيد بن جبير، ذكر حديث طاووس. باب الألف: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، ذكر حديث إسماعيل بن أبي حكيم، ذكر حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ذكر حديث حميدة بن عبيد، ذكر حديث رافع بن إسحاق، ذكر حديث أبي مرة، ذكر حديث زفر بن صعصة، ذكر حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني، ذكر حديث أيوب بن حبيب، ذكر حديث علاء بن عبد الرحمن، ذكر حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة، ذكر حديث معبد بن كعب. باب ثور بن زيد الديلي. الجزء الثاني: باب الجيم جعفر بن محمد مع علي بن حسين، باب الحاء حميد الطويل، ذكر حديث حميد بن قاسم المكي، باب الخاء خبيب بن عبد الرحمن، باب الدار داود بن الحصين، باب الراء ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ذكر حديث القاسم بن محمد، ذكر حديث محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ذكر حديث حنظلة بن قيس الزراقي، ذكر حديث يزيد مولى المنبعث، باب الزاي زيد بن أسلم، ذكر حديث جابر بن عبد الله، ذكر حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب، ذكر حديث عطاء بن يسار، ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، ذكر حديث عياض بن عبد الله، ذكر حديث القعقاع بن حكيم أو حكيم حرر، ذكر حديث أبي صالح السمان، ذكر حديث إبراهيم بن عبد الله بن حنين، ذكر حديث عمرو بن معاذ الأشهري، ذكر حديث محمد بن بجيد الأنصاري ويحرر أو نجيد، ذكر حديث ابن وعلة المصري، ذكر حديث بصر بن محجن، ذكر حديث رجل من بني ضمرة، ذكر حديث زيد بن رباح ابن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، ذكر حديث زياد بن سعد، باب الطاء طلحة بن عبد الملك، باب الميم موسى بن عقبة، ذكر حديث موسى بن ميسرة، ذكر حديث موسى بن أبي تميم، ذكر حديث مخرمة بن سليمان، ذكر حديث مسلم بن أبي مريم، باب النون نافع، ذكر حديث أبي سعيد، ذكر حديث القاسم محمد، ذكر حديث إبراهيم بن عبد الله، ذكر حديث زيد بن عبد الله، ذكر حديث صفية بنت أبي عبيد، باب من لم يسم، وباب من لم يسم، ذكر حديث نبيه بن وهب، ذكر حديث أبي سهيل واسمه نافع، ذكر حديث نعيم، باب الصاد صفوان بن سليم، ذكر حديث صالح بن كيسان، ذكر حديث صيفي مولى بن أفلح، باب الضاد ضمرة بن
بن سعيد المزني، باب العين، عبد الله بن دينار، ذكر حديث سليمان بن يسار، ذكر حديث عبد الله بن عتيق، ذكر حديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابو طواله، ذكر حديث عبد الله بن ابي بكر، ذكر حديث عباد، ذكر حديث عمره بنت عبد الرحمن، ذكر حديث عبد الله بن ابي بكر، ذكر حديث حميد بن نافع، ذكر حديث ابن زناد اسمه عبد الله بن ذكوان، ذكر حديث عبد الله بن يزيد، ذكر حديث عبد الله بن الفضل، ذكر حديث عبيد الله بن عبد الرحمن الجزء الثالث، ذكر حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، ذكر حديث عبد الرحمن بن ابي صعصعه، ذكر حديث عبد المجيد بن سهيل، ذكر حديث عبد ربه بن سعيد، ذكر حديث عبد الكريم، ذكر حديث عامر بن عبد الله، ذكر حديث عمرو بن يحيى المازني، ذكر حديث عمرو بن ابي عمرو، ذكر حديث علقمه بن ابي علقمه، باب القاف، قاطن بن وهب، باب السين، سعد بن اسحاق، ذكر حديث ابي حازم واسمه سلمة بن دينار، ذكر حديث سعيد بن ابي سعيد، ذكر حديث ابي شريح الكعبي، ذكر حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن، ذكر حديث عبيد بن جريج، ذكر حديث سعيد المقبوري عن ابيه، ذكر حديث ابي النضر واسمه سلم عن سليمان بن يسار، ذكر حديث ابي مره، ذكر حديث بصر بن سعيد، ذكر حديث ابي سلمة، ذكر حديث عمير مولى بن عباس، ذكر حديث نافع مولى ابي قتاده، ذكر حديث عبيد بن عبد الله، ذكر حديث سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح، ذكر حديث ابي بكر بن عبد الرحمن، ذكر حديث سهيل بن ابي صاحب ابو شين شريك، باب الهاء هشام بن عروه، ذكر حديث اسامه بن زيد، ذكر حديث المسور بن مخرمه، ذكر حديث عمر بن ابي سلمه، ذكر حديث عمران مولى عثمان بن عفان، ذكر حديث زينب بنت ابي سلمه، ذكر حديث عبد الله بن الزبير، ذكر حديث هشام عن فاطمه بنت المنذر، ذكر حديث هشام عن عباد، ذكر حديث هاشم بن هاشم، ذكر حديث هلال بن اسامه، باب الواو، وهب بن كيسان، باب الياء، يحيى بن سعيد، ذكر حديث الاعرج، ذكر حديث محمد بن ابراهيم التيمي عن البياضي، ذكر حديث محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سعيد الخدري، ذكر حديث سليمان بن يسار، ذكر حديث عمره بنت عبد الرحمن، ذكر حديث بشير بن يسار، ذكر حديث محمد بن يحيى بن حبان، ذكر حديث عباده بن الوليد، ذكر حديث ابي صالح السمان، ذكر حديث سعيد المقبري، ذكر حديث عمر بن كثير بن أفلح، ذكر حديث واقد بن سعد، ذكر حديث أبي بكر بن حازم، ذكر حديث أبي الحباب، ذكر حديث أبي سلمة، ذكر حديث يوسف بن يونس، ذكر حديث يزيد بن رومان، ذكر حديث يزيد بن الهاد، ذكر حديث يزيد بن عبد الله بن قصي، ذكر حديث يزيد بن خصيفة، ذكر حديث يزيد بن زياد، ذكر حديث من ذكر بكنيته ولم يتفق على تسميته، ذكر حديث أبي بكر بن عمر، ذكر حديث أبي بكر ابن نافع، ذكر حديث أبي ليلى، ذكر حديث مالك عمن لم يسمه، خاتمة المؤلف، أما المصادر والمراجع، فهرس الأحاديث القولية، فهرس الأحاديث الفعلية، محتوى الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، بعد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.